هلا بلال بدنا ننتقل لانا لتحدثنا وتخبرنا عن تفاصيل الحاله الجويه، كيف رح تكون اليوم وفي الايام المقبله من خلال دائره الارصاد الجويه. فبنصبح عليك لانا من جديد. اهلا شاهد وبلال من جديد، وهلا مع بعض رح ناخذ اتصال من رائد رافد الخطاب مدير دائره التنبؤات الجويه. صباح الخير سيد رائد، كيف الحال؟ صباح الخير لانا لكم، وصباح الخير لجميع المشاهدين، اهلا بكم. كيف الحال؟ الحمد لله نحمد احنا الله. حابين سيد رائد اكيد نطمن على احوال الطقس لليوم ولبكره. ان شاء الله، طبعا نحن الحمد لله المنخفض الجوي الذي اثر على المملكه والذي بدا يوم الخميس ابتعد عن المملكه وتراجع تاثيره، والجو اليوم بشكل عام مستقر. نعم. في كافه مناطق المملكه ارتفاع قليل على درجات الحرارة بمشيئة الله، لكن ظل الجو بارد نسبيا في أغلب المناطق باستثناء المناطق الغورية والعقبة والبحر الميت، الجو فيها بميل إلى الدفء قليلا. غيوم منخفضة تظهر هنا وهناك في أماكن متفرقة بالمملكة، الرياح بشكل عام خفيفة وهي غربية. بفترة الليل أيضا الجو بيظل بارد نسبيا خلال فترات الليل، ومتوقع تشكل الضباب بالليل على المناطق الجبلية في فترات الليل، خاصة فترات الليل المتأخرة وفترة الفجر من يوم غد الاثنين. العظمى اليوم متوقعة في العاصمة عمان باختلاف مناطق العاصمة ما بين 15 إلى 18 درجة مئوية خلال النهار، تنخفض الليلة القادمة كصغرى ليلا ما بين 8 إلى 10 درجات مئوية، بينما المناطق الغورية والعقبة والبحر الميت ستكون العظمى اليوم ما بين 23 إلى 25 نهارا، وتنخفض الليلة القادمة كصغرى ما بين 15 إلى 16 درجة مئوية. طبعا غدا الاثنين أيضا مستقر الجو وتقريبا ارتفاع طفيف بمعدل درجة تقريبا عن اليوم، وستكون الأجواء يعني بشكل عام تميل أن تكون مشمسة، والعظمى في العاصمة عمان بين 16 ل 19 درجة مئوية. سيد رائد، في على المواقع التواصل الاجتماعي عم بتداولوا المشاهدين موضوع انه في منخفض جوي رح يدخل على المملكة يوم الثلاثاء، ممكن نتأكد مع بعض بهذا الموضوع؟ هو طبعا تشير التحليلات والخرائط الى ايضا هناك حاله جويه ستبدا يوم الثلاثاء بمشيئه الله. تاثير هذه طبعا الحاله اللي يوم الثلاثاء حتى نكون واضحين، اغلب تاثيرها راح يكون على المنطقه الشماليه والوسطى، يعني المناطق الجنوبيه والشرقيه من المملكه، يعني على الاغلب لن تشهد الا قد بعض الاجزاء من الجنوب الغربي وبعض الاجزاء من المنطقة الشرقية مطر بكون حتى خفيف يعني، لكن أغلب التأثير رح يكون على المنطقة الشمالية والوسطى. رح تكون هناك انخفاض على الحرارة يوم الثلاثاء، احنا حكينا رح ترتفع بعمان بين 16 ل 19 يوم الاثنين بكرة، لكن الثلاثاء رح ترجع تنخفض. رح الانخفاض على الحرارة أيضا توالي في الانخفاض على الحرارة يوم الأربعاء، وهذه الحالة ستؤدي الى زي ما حكينا الى امطار يوم الثلاثاء وايضا يوم الاربعاء بمشيئه الله. ايضا هناك تساقطات مطريه متوقع ان تكون متوسطه الشده، لكن راح نشعر ببروده كثير كبيره يوم الاربعاء، لانه بنتكلم عن حراره راح تكون يوم الثلاثاء بعمان حوالي 15، راح تنخفض يوم الاربعاء على 10 درجات مئويه، يعني راح يكون اقل من المعدلات بحوالي 7 درجات، وراح نشعر ببروده كثير بالنسبه ليوم الاربعاء. وراح تستمر الحاله بما انه لانا سالتيني، وراح تستمر الحاله هاي الخميس والجمعه. وطبعا بعرف انه ربما مرات انت بتسالي عن العطله نهايه الاسبوع، اظن اتوقع انه برضو كمان الجمعة هاي راح يكون هناك جو ماطر يعني، فبرضو احنا راح نحكي اكثر عن الحالة بالتفصيل ان شاء الله في الحلقة في النشرات القادمة، لكن مثل ما تفضلتي لنا الثلاثاء والاربعاء والخميس والجمعة الجو طبعا
نقدر نقول أنه هناك أمطار ستستقبلها المملكة إن شاء الله. نعم إن شاء الله. رائد رافد الخطاب مدير دائرة التنبؤات الجوية، شكرا لك، وأكيد إحنا بنتمنى السلام للجميع. وزي ما سمعنا مشاهدين الأعزاء، سيكون الطقس نهارا غالبا غائما، وتكون درجة الحرارة العظمى 15 درجة مئوية، وهي أعلى من معدلاتها مثل هذه السنة. سيكون الطقس ليلا غائما جزئيا، وتكون درجة الحرارة العظمى من 8 إلى 10، وهي مشابهة لليلة أمس. مع بعض مشاهدينا الأعزاء، خلينا نرجع لشهد وبلال.